فرح وصلنا على مساحتنا الطبية. اليوم مساحتنا الطبية حنحكي فيها عن شيء مهم لكتار، هو تلف الأسنان. تلف الأسنان تغيير لونها من المشاكل الأساسية اللي بيعاني منها الكتير، وهذا الشيء بيأثر على سلامتها بشكل كبير، وتقد تعود لعدة أسباب، منها النشويات، البونبون طبعا، أيضا السكريات وبعض المشروبات، مما يشكل ضرر على سطح السن الصلب أو في بعض أجزاء فرح. أكيد سالي يتطور ويصبح على شكل ثقوب أو حتى فتحات صغيرة، هو من أكثر المشاكل الصحية المنتشرة في العالم، وهي شائعة أكيد أكثر نسبة بين الأطفال والمراهقين والبالغين. ما هي الأمور الواجب اتباعها للحفاظ على أسنان سليمة؟ الحديث بشكل مفصل عن هالموضوع أكيد بصيرنا نرحب بالدكتور حسان الشمالي الاختصاصي بطب وجراحة الأسنان. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا، يسعد صباحك يا دكتور. إن كان دائما الابتسامة بيقولوا أو الضحكة هي بتعكس، إيه هي بتعكس دغري حالة الإنسان الفموية الصحية. تماما. خلينا نحكي بداية عن عينات الأسنان. لما نوصل نحن لمراحل يمكن متطورة نضطر فيها أنه نحن نعمل هدول القصص التجميلية اللي أحيانا ما لها داعي في حال كنا معتنيين بأسناننا الطبيعية. هلا تبدأ العناية بالأسنان من الطفولة. يعني في ناس بتفكر أنه اللبني الأسنان اللبنية ما بدها عناية، وهي الأسنان اللبنية بدها عناية وبدها متابعة. فالأم من بداية البزوغ أسنان لبنية لأبنها لازم تبلش هي بإيدها بشاشة نظيفة معقمة، حتى من أول سنة بيبزغ نظف له إياها. في مشاكل بتصير مع الأطفال نتيجة إهمال الأهل وعدم معرفتهم، مثلا بيتركوا الزجاجة تبع الحليب، بيتم الطفل فترة كثير طويلة، ما يؤدي إلى تلف أسنان الأمامية، معالجته صعبة ومزعجة على الطفل فيما بعد. بالنسبة للكبار العناية اليومية أهم شيء، اليومية والمتابعة مع الطبيب بشكل دوري بحيث تكتشف المشاكل من بداياتها، فبتكون الحلول كتير سهلة وما بحاجة لأنه نعمق بالمعالجات كتير، وبتكون يعني النتائج كمان كتير كويسة. التفريش اليومي صباحا ومساء على الأقل بعد تناول المواد السكرية والمواد الحامضة، ولازم دائما يكون في عناية يومية عند المريض. دكتور حكينا عن نقطة كتير مهمة، اليوم الأسنان اللبنية عم تفضل وتقول إنه من بداية بزوغ السن الأول. اليوم يمكن ما أنا كتير منتشرة هي الثقافة للأسف بين الأمهات، لكن عم نشوف صور لأطفال يمكن الأسنان لسه ما اكتملت، وفي يمكن تسوس تماما، في تسوس كتير كبير، في تشوه بمنظر الأسنان، وخاصة عند الطفل بيصير عنده تلف الأسنان الأمامية مثل ما قلت لك، بيسموه تنازل الرضاعة من الزجاجة، معالجته سيئة كتير على الطفل وصعب كتير على الطبيب، وبتأدي لكتير مشاكل عند الطفل، صعوبة بالنطق، عدم إمكانية الطفل المضغ بشكل صحيح، معناتها تغذيته كمان صارت معنا صحيحة. في كتير إشكالات بتصير نتيجة أنه نحن ما انتبهنا للإشكال من بدايته ولازم نتابعه. في ناس تعتبر أنه أخي هذا سن لبني بيروح. لا ما بيروح، هذا له دور وله وظيفة وله مهمة وله موقع بده يحافظ فيه على مكانه لحتى يجي السن الثاني الدائم يطلع مكانه. لهيك من البدايات مثل ما قلت لك من الطفولة لازم نحن نتابع ونعلم الطفل انه هو يتابع، وبس يكبر شوي انه يتابع به هو بشكل خاص عناية بسنانه، وبعدين تجي المتابعة اليومية والمتابعة عند الطبيب مشان يشوف إذا في إشكالات من بدايتها بيحلوا إياها. نعم، يعني دكتور دائما يمكن بيتوجهوا لعندك امهات و يعني اهالي جايبين اطفالهم بعمر معين، واحيانا بيتاخروا ليجيبوهم، بيكون عندهم شيء تقدم بالفك، بيحتاج الطفل تقويم، يمكن اذا كان كل ما كان في عمر معين للتقويم، وهل بيختلف نوع التقويم من حاله لحاله؟ اكيد. خلينا نحكي عنه شوي. هلا تقويم الاسنان هذا عالم لحاله كثير، مشاكل الطفل من البدايات حتى بالأسنان اللبنية فينا نحن نحافظ على اصطفاف نظامي للأسنان، لأنه هي
تعتبر حافز مسافة للسن اللي بده يطلع بعدين. نعم. فطول ما نحن عم نعطي موقعه الصحيح للسن ومنحافظ على صحته بيجي السن اللي بعده سليم. بشكل سليم. هلأ بنجي نحن للتقويم بالأعمار اللي أكبر من الأطفال، كل حالة لها خصوصيتها، لها دراسات وقياسات ومتابعة وهي في متحرك. نعم. ممكن مثلا إذا عملية تقويم بسيط تنحل بالأجهزة المتحركة يعني. نعم. وإذا كانت كتير مركبة ومعقدة ما بتنحل بالأجهزة. نعم. المتحركة بدها. نعم. تقويم ثابت. نعم. تقويم الثابت بيتركب وبيصير بيتنشط كل 15 يوم تقريبا. نعم. وبيعطي نتائج كثير منيحه يعني. نعم. دكتور بالنسبه لتلف الاسنان خلينا شوي نركز على هذا الموضوع، كيف بنعرف انه نحن في حاله تلف او بدايه تلف للاسنان؟ ما في داعي تتسوس كل الاسنان ويصير لونها اسود يمكن لحتى نقول نحن بلشت تتلف اسناننا. تلف الاسنان بدك تاخذي انت مو بس الاسنان، الاسنان والنسج الداعمه. يعني ايام بتكون الاسنان كثير سليمه بس النسج الداعمه كثير سيئه. في عنده قلاح، عنده التهابات لثويه، جيوب لثويه، امتصاصات عظميه. يعني السن مو هو لحاله بس، بيكون السن مع النسج اللي حواليه. نعم. اللي هي اللثه والاربطه والعظم. نعم. فنحن بدنا نتابع التنتين سوا. هلا بنجي نحن للشق الاول اللي هو الظاهر من السن، الأذية السنية. الأذية السنية هي عبارة عن نخر الأسنان وتآكل الأسنان الناتج عن مجموعة من الأسباب. نخر الأسنان أساسه هو تراكم لويحة جرثومية على السن نتيجة قلة العناية والاهتمام ونتيجة العادات الغذائية السيئة اليومية، مثلا مشروبات سكرية حامضية. عدم العناية أبدا، في ناس كتير بتجي ما في عناية أبدا بهي، فبتبلش الأذية بالأسنان وما بتابعها بتغير لون السن من الأبيض لأبيض مصفر لبني لبني غامق للأسود. بقى التداخل للمعالجة بيكون حسب المرحلة اللي وصل إلى الأذية السنية أو التلف اللي صار، وعلى أساسها بنقدر نحن نحدد شو ممكن نعمل. كل ما بكرنا بالمعالجة كل ما كانت المعالجة أنجح وأجمل يعني. نعم. وكل ما تأخرنا كل ما كانت الحلول أصعب. نعم. والنتائج يعني على المريض بتكون المعالجة أصعب كمان، ما أنا سهلة يعني. نعم. دكتور حسان، يعني نحن مثل ما بنعرف الأسنان الطبيعية بتختلف درجات لونها من شخص لآخر، يمكن أنتم كأطباء أسنان في عندكم درجات ألوان تماماً. أيضاً وتصبغ الأسنان كمان بيختلف حسب درجة لون السن عند الشخص. في عالم ما دغرية بتصبغوا أسنانها، في عالم من شفتين قهوة ممكن يصير أسنانها صفر، خلينا نحكي عنه. هلأ تصبغ الأسنان له عدة أوجه، في شيء مرضي وفي شيء لون سنانه بالوراثة هيك إجا تماماً. يعني بيجي لون سنانه غامق. وفي موضوع تاني إنه التقدم بالعمر كل 10 سنين في درجة زيادة. يعني بيجي بيقول لك والله أنا من كانوا سناني مو هيك يعني غمقوا، حتى لو عم يعتني في حالة إنه كل 10 سنين بدهم يغمقوا درجة حضمان يعني. فهلا بنجي للتصبغ الأسنان اللي هو ناتج عن قلة العناية وخاصة التدخين، ومثل ما قلنا المشروبات الثانية اللي بتأثر عليه والمواد الغذائية. وفي عنا التصبغات الناتجة عن النخور السنية، وفي عنا المعالجات غير السليمة اللي بتعطي ألوان مانا صحيحة كمان، وكلياتها هي يعني هلا لحد الآن هلا في حلول، يعني صار في حلول كويسة وبتعطي نتائج منيحة للمريض إنه يرجع يشعر إنه ابتسامته صارت حلوة ومقبولة. لأنه هي الحقيقة الابتسامة أهم شيء عند الشخص، تعطيه رونقه وجماله. فنحن صرنا كتير عم نهتم زيادة بهذا الموضوع من نتيجة وعي المرضى، يعني الناس صارت توعى أكتر هلأ أنه نحن لازم نعتني بهذا الموضوع. في عنا شيء اسمه التصبغ الفلوري ناتج عن مياه في مناطق عنا بسوريا فيها فلور زيادة، فبتجي ألوان الأسنان غامقة، وممكن زيادة الفلور زيادة بالمي تسبب حتى الأسنان تجي ضعيفة معنا قوية وبيجي لونها كتير غامق. هاي بدها حلول
تانية أخرى غيرها. دكتور، اليوم دائما عم نحكي إنه نحن نبدأ بالحل من بدايته، ما نتأخر على أسناننا، ما نتأخر على المشكلة. اليوم قد بتشوف إنه الزيارة الدورية لدكتور الأسنان هي شيء عنصر كتير ضروري للحفاظ على صحة الأسنان وتلفي جميع الأمراض والأخطاء اللي ممكن نوقع فيها أو نتعرض لها؟ هلأ هي ثقافة، هي حقيقة. نعم. هي ثقافة. نحن معظم الحالات اللي بتجينا ناتجة يا عن خلل وتشوه، يعني صار شيء واضح. نعم. يا عن ألم، يعني ما أنه عم يقدر يأكل، صار عنده وجع، بيضل يصبر، بعدين بيوصل لعنا بحالات متقدمة بتصير الحلول أصعب. نعم. هلأ هي ثقافة المراجعة الدورية هي مهمة كتير للمريض ومهمة كتير للطبيب، يعني بتساعدنا نحن أنه نلاقي حلول كتير سهلة بسيطة. وسلسة وبسيطة وسريعة، يعني ونتائجها كتير حلوة. نعم. بعدين بتتطور الأذيات لأشكال ممكن توصل لتلف العصب مو بس السن، نضطر نحن نعمل معالجة للعصب، استئصال وتتويج. نعم. يلي هي بالأساس ما كانت لازمة لو المريض وصل بكير لعنا، يعني نحن نعم. كنا لقينا له حلول أبسط وأسهل وأيسر. صحيح. يعني دكتور، رغم أنتم كأطباء في مقولة دائما بتترددوها، الوقاية خير من قنطار علاج. يمكن نحن دائما بنوصل لمراحل منهمل، فبنوصل لمراحل متأخرة فما بناخذ النتيجة، ولكن في حال كنا حريصين من البداية على سلامة أسنانا قدر المستطاع، لأنه اللي بيدخن ما فيه ما يدخن، شرب قهوة ما فيه ما يشرب قهوة، قدر المستطاع أنه يعتني فيهم. في شيء اسمه زيارة دورية للدكتور الأسنان، هي كل 6 شهور أو 3 شهور حسب الحالة. خلينا نحكي عن الوقاية. هلأ الوقاية أنا بفضل نبلش الوقاية من الطفولة، يعني نحن عنا نعمة ببلدنا هي مثلا بالشام، يعني المياه المعدنية تبعها. نعم. المياه المعدنية هي عبارة عن مياه معايرة بشكل طبيعي بنسبة فلور تركيزها من أرقى التراكيز على الإطلاق. فأنا بنصح دائما مرضى اللي عندهم أطفال صغار إنه لا تشربوا الطفل إلا مي معدنية. نعم. لأنه الفلور هذا النظامي بيدخل بالتكوين ميناء الأسنان أثناء تكوينها جوات العظم. شو بيصير؟ الفلور هي الميناء مكونة من مركب اسمه الهيدروكسي أباتايت. نعم. بيجي الفلور بيحل مكان الهيدروكسي بيضل بيصير عندنا فلور الأباتايت. هي عبارة عن ميناء سنية قوية وعظيمة جدا. فأنا بربي بيطلع عندي طفل بأسنان ممتازة وقوية ومنيعة كتير على النخر. فنحن إذا بلشنا بأجيال الصغيرة، لو أنه شوي الموضوع مكلف على الأهل يعني وهي، بس الحقيقة الكلفة هلأ أقل بكتير من الكلفة لقدام وقت اللي بيطلعوا أسنان. نعم. الأسنان مانون كتير قوايا. منجي بعدين للبالغين، نوصل لعنا هلأ بده شو بده يعمل، يعني لازم العناية اليومية بشكل دائم لا يقطع أبدا، أي أشكال على الأطلاق يتابعه مباشرة بدون ما يستنى عليه، يعني شاف في شيء تغير طفيف بلون لسه بلون السن بشكل السن بوظيفة السن ما عم يقدر يأكل في شيء، من أولها بيتابعه فبتكون الحلول كتير سهلة. الإشكالات التقويمية لازم تنحل ما يضل، لأنه الإطباق إذا ما كان سليم بيسبب مشاكل كمان مفصلية ومشاكل حتى للأسنان نفسه. نعم. إنه ما بيكون في شيء عنده اسمه تنظيف غريزي. تنظيف الغريزي هي حركة عضلات. نعم. الوجه مع الأسنان بيضلوا أسنانه بشكل طبيعي وبيضل محافظ عليها. نعم. أكيد دكتور، لك شكرا كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. دائما نحن بنسعى ليكون شكل الوجه جميل وما بيتكلل أكيد إلا بجمال الأسنان وصحة الأسنان. صحيح. شكرا لك دكتور. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا كثير. أهلا وسهلا فيك دكتور.